كان العام 2013 حافلاً بالقرارات المهمة والاستراتيجية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مختلف شؤون الدولة، وكان أول تلك القرارات بما يتعلق بتغيير اسم شارع الإمارات الذي يربط بين إمارات الدولة، حيث أصدر سموه في الأول من يناير من عام 2013 قراراً بإطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على شارع الإمارات في لفتة اعتزاز وتقدير للفريق أول. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتثميناً لدور سموه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهذا الخصوص قائلا: أصدرت اليوم قرارا بتغيير اسم شارع الإمارات إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، أحببت أن يكون أول قرار في عام 2013 متعلقا بشخصية ارتبطت بالإنجاز. وأضاف سموه: شارع الإمارات شريان حيوي يربط ويوحد مختلف إمارات الدولة، وكذلك أخي الشيخ محمد بن زايد يوحد إماراتها ويدافع عنها، وبصماته واضحة في كل أركانها. في 18 من سبتمبر من عام 2013 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمؤهلات، وحدد القرار اختصاص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها وإقرار المنظومة الوطنية للمؤهلات واعتماد الخطط والبرامج وإنشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع معايير وظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومن القرارات المهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم 23 لعام 2013 بخصوص إنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ويهدف المكتب إلى تقديم الدعم القانوني لأعمال مجلس الوزراء إضافة إلى رفع كفاءة الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية. وفي 12 من أغسطس من عام 2013 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013 في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين، وذلك ضمن سعي الحكومة لإرساء الاستراتيجيات الصحية الوطنية الفاعلة والرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة.